لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أحبابنا اللي يحبونا ويحبوا السلالة تاع أخوكم مراد اللي هو الحسون القسنطيني الأصيل داخل البلاد وخارج البلاد. معكم أخوكم مراد وفي الإعادة إن شاء الله ديما كاين إفادة. ما تنساوش خاوتي يقولوا بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله، والعين حق. وكما عودناكم كي تدخل يا أخي تتفرج عند أخوك مراد تبع الفيديو من البداية للنهاية، تبع الفيديو من البداية للنهاية باه تدي المعلومة ويطمئن القلب. والحمد لله حنا كي نمدوكم معلومة بالدليل بالصوت بالصورة وكلش بالبراهين. أصدقاء الأوفياء المشتركين نقولكم رمضان كريم علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. بدون إطالة الفيديو هذا اللي صورته يعني قاعد صورته لكم في رمضان كما قاعدين تشوفوا خوتي المقنين هذا هاوين قاعد يقشر في رجله. كاينين ناس مبتدئين وكاينين ناس دخلوا في القناة جدد، ما كاينين اللي مازالوا ما عندهمش معلومة ما شافوش الفيديو الأول. على أنا حبيت نعاود لكم فيديو كيما هذا باه نعطيكم المعلومة بالدليل بالبراهين، خاطر ماش الفيديو اللي عقبناه تاع منول ما نزيدش نعاود لكم المقان هادو. عاودت لكم المقان هادو نوفال جينيراسيون تاع 2021 هكذا باه تشوفوا الفيديو وتعرفوا راه كل عام المقان كي يجهز اخر تجهيز راه يولي قشر رجليه ويولي طعم. هذا المقنين الاول اللي قاعد نشوفوه فيه هاو باقي الجهه اليسرى، ودرك نزيدو نشوفو المقنين الثاني. هاو المقنين الثاني موش مباقي، وهذا خلق عندي في الكاجا تاع 2021، ودرك تشوفوني صورت لكم اربع مقان، اربعة ولا خمسة. المهم كمل يا اخي باش تدي المعلومة صحيحة. كيما قلت لكم في الفيديو الاول اللي شرحت لكم المقنين عنده ثلاث مراحل، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية يروسي فيها الباك تبقى المرحلة الأخرى، هذه هي اللي ما عرفهاش يدخل عند خوك مراد يعرفها. والحمد لله المعلومة هذه نعرفوها من بكري، يعود بالله من كلمة هنا مدة 45 سنة والمعلومة هذه على بالي بها. نزيدو نشوفو المقنين هذا راهم باقي على الجهة اليمنى، هذا المقنين الثالث هكذا خاوتي. نكملوا الموضوع نتاعنا، هذه هي المرحله الاخرى، واللي يعود عنده مقنين ويشوفو يدير هكا اعرف باللي راهو المقنين تاعك واجد. شوف يا اخي مع المقنين هذا الباك تاعو كحل بصح واجد، هذه السلاله تاعي الباك ما يروزيش ما تغلطوش، وما مش بكله ما مش المقان بكل، كاين اللي تلقاه شاربوني لكن لاكاليتي تاعو يكون شويه يكون كحل، هادو هما اللي تلقاهم يبقى الباك تاعهم كحل، اما الباقي بكل لازم يروسي. هاو المقنين هذا مش اللي شفناه من قبل، هاو وين قاعد ينقي في رجليه تشوف يا اخي اتفرج. كاين واحد الموضوع نزيد نقول لكم عليه، كاينين مشاركين كتبوا لي تعاليق وقالوا لي خويا مراد راح نسقسيوك يا هنت ترى المقنين تاع الكاجا يعود خلق في الكاجا، كاينين الناس عطاونا معلومه وقالوا لنا باللي راهو المقنين اللي يكون خلق في الكاجا ما يعيش بزاف عامين الاخر. شوف يا اخي واذا خاطبك الجاهل قل سلاما، هذا الانسان هذا اللي قال لكم هادو اللي قالوا لكم ناس اولا ما نقدرش نقول لكم ما يعرفوش، هادو ناس جاهلين، هادو هما الناس اللي كانوا يكذبوا عليكم ويقول لكم المقنين يحفظ على الجرانة والمقنين يحفظ على السلسلة والمقنين فيه السرخة تاع القط والمقنين فيه العيطة تاع بو عميرة ويهز على الباب. هاد الناس غالطين ويغلطوا فيكم، ردوا بالكم هادو هما اللي كانوا يحطوا المقنين في الشكارة
ويحطوه في الكارطون وما يدوشوش المقنين، وكانوا بكري المقنين يشويه وياكلوه. ما تنساوش خاوتي، انسان قيس قبل ما تغيس، سقسي 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 حتى تدي المعلومه صحيحه. هذا اللي هاد الناس اللي قالوا لكم راهم غالطين وجاهلين وحابين يفرضوا عليكم الجهل تاعهم، انا نتحداهم هاد الناس هادو. عندي المقان الحمد لله، عندي المقان الحمد لله ما شاء الله، كيما تحبوا تحبوا تاع تهام هادو تاع 2021، وكاين حتى تاع 2010 2015، كيما تحبوا. انا اتحداكم بالصوت بالصوره بالدليل. مالا شوف يا اخي، انت اللي كتبت لي التعاليق وقلت لي خويا مراد حبيت نسقسيك، المقنين تاع الكاجا راه ما يعيش. لا لا يا اخي، هذا اللي قالك ما يعيش ومش هو اللي خلقه، يعيش لك يقدر حتى يوصل لك 20 سنة، باه تكون على بالك. هكذا كي تكون توفر له وتوكله كلش بالطبيعي، كي تدخل عند خوك مراد ما ديرلوش الدواء، تعطي له كلش ناتيرال، باذن الله باذن الله باذن الله يعيش لك وتكوبل لك، وكل عام تكوبل ليه والحمد لله. كيما قلت لكم خاوتي، جينيراسيون بعد جينيراسيون، كل عام نعتلكم من 2009 وانا نعتلكم كل عام، والمقام نتاع العام بعد، فهمتوني؟ زيدوا شوفوا مع هذا ها وين قاعد يخرج في الماكله وينقي في رجليه. وكاينه حاجه نضيفها لكم خاوتي، ومش غير المقنين هو اللي يقشر رجليه وقت الوجاده، الكناري ثاني يقشر رجليه وقت الوجاده، الصوره يقشر رجليه، البانسون يقشر رجليه، النينو ليك الطاره الفردرون هادو بكل يقشروا رجليهم. ولي فمال ثانيه ما تنساوش خاوتي، راني درك نعتلكم فماله وتشوفوها هي ثاني الطعم وتقشر رجليها هكذا، باه كي تديو المعلومه تديوها صحيحه. الخطره الجايه اي انسان عنده كناري ولا عنده سوره وتشوفه يدير في رجليه كيقشر فيهم، اعرف باللي راهي هذه هي العلامه الاخرى. وشوفوا مع المقنين هذا قاعدين نشوفوا فيه خاوتي، باك تاعو تحل بالصح او واجد. ومخطره اخرى ندير لكم الفيديو تاعو وتشوفوه ليامات هادو، بربي ان شاء الله نطلقوه لكم. هكذا على ما اظن هاكم فهمتوا، وهذه هي الفماله هاي وين قاعده تخرج في الماكله. قاعد تشوفوا خاوتي هاي هاي قدامكم بالدليل بالصوت بالصوره. واش راح نقول لكم خاوتي في الاعاده، واش كاين ديما كاينه افاده. ما تنساوش بارطاجيو لنا لا فيديو هذا في لي باج المضاف وبقوه باش توصلوا المعلومه، واللي يكون ما على بالوش بربي ان شاء الله يعود يعرف المعلومه هذه. كيعود عندك مقنين اخر تجهيز تاعو هاي قدامك العلامه، الحمد لله الشيء اللي تعلمناه قاعدين نمدوا لكم فيه. ما تنساوش خاوتي، رمضان كريم علينا وعلى جميع المسلمين، كثروا لنا بالدعاء كثروا لنا بالدعاء كثروا لنا بالدعاء، قولوا ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله والعين حق. وان شاء الله ان شاء الله مازالوا فيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.